ايش يقول؟ يقول الباب اللي قبل هذا باب من الشرك، وهنا قال باب ما جاء في الرقى والتمام. لماذا لم يقل الشرك في الرقى والتمام؟ لأن الرقية تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية، والتمائم كلها شرك. التمائم قاعدة كلها شرك، إلا إذا كانت من القرآن فهي محرمة. انتهي فهم مفهوم؟ لماذا قال في الباب الأول باب من الشرك لبس الحلقة؟ لأن كلها شرك إما أكبر أو أصغر. هنا بدأ يفصل، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن الرقية تنقسم إلى قسمين، شرعية وشركية، رقية شرعية ورقية شركية. الرقية الشرعية لابد تتوفر فيها شروط ثلاثة، اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل من شرعية إلى شركية وانتهى الأمر. الأول أن تكون الرقية من القرآن، كان يقرأ الفاتحة، أو بالسنة، كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات، أو بأسماء الله وصفاته، كأن يقول يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي أو بأخي. تمام؟ هذا الشرط الأول، أن تكون الرقية من القرآن أو السنة أو بأسماء الله وصفاته إذا كانت من باب الدعاء. يصح أن يدعو باللغة الروسية، باللغة البنغالية، باللغة الهندية، باللغة الأردية، بأي لغة يصح يدعو بلغته، لكن بشرط أن لا يغير الأسماء الحسنى. يقول يا الله ثم بلغة يقول مثلا زوجني، اغفلني، ارحمني، كذا. تمام. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، يعني لا يصح أن يتكلم بكلام يقول خربوش طربوش لا ندري إيش هذا، أو يتمتم نقول لا نريد نفهم ونسمع ما تقول. لو يأتي مثلا عندنا مفتي المملكة حفظه الله ويريد يقرأ على لسان، نقول لا بد تقرأ بصوت مرتفع، هذا من؟ وهو المفتي عندنا، فما بالك غير هذا. ولا يوجد، اسمع، لا يوجد رقية بغير اللغة العربية، لا يوجد رقية بغير اللغة العربية إلا إذا كانت من باب الدعاء، بشرط لا يغير الأسماء الحسنى، لأنه ممكن ينادي الشيطان هو يقول خربوش مثلا، أنا لا أدري ما هذا خربوش. نعم. طيب الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب، ولهذا قال لا يسترقون، لأنه أغلب الناس يعتقد في الراقي فيعتقد أنها سبب، والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. بعض الناس هدانا الله إياه يظن أنه مسحور ومريض وبه عين وبه كذا وموسوس وبه رقية، ودائما يأتي للإمام ويأتي للشيخ يقول أنا تعبان يا أخ، وهذا الإمام إيش أصنع؟ يقول خلاص عندي؟ لا، لابد نعلق الخلق بمن؟ بالله. فإذا جاءك إنسان قال يا أخي أنت طالب علم وشرك تدعو لي، تقول اسمع أنا أدعو لك وأنت تدعو لي، أنا وأنت لابد نفتقر إلى الله، وإذا كان لديك مانع من إجابة الدعاء لا يستجاب حتى تفتش عن هذا المانع. صح؟ علق الخلق بالخالق. الشيخ بن باز رحمه الله اتصل عليه رجل وقال يا شيخ عندي أخ مريض ونريد تقرأ عليه، قال اقرأ على أنتم وهو يقرأ على نفسه. قال الشيخ نحن لا نعرف الرقية ولا نحفظ القرآن. قال تحفظ الفاتحة؟ طبعا. قال نعم نحفظ الفاتحة. قال اقرأ عليه الفاتحة. قال قرأنا لم يقرأ. قال يقرأ يقرأ سلام عليك. لا يوجد عند السلف أماكن خاصة للرقية وبيع العسل والزيت لا لا يوجد هذا. من استطاع أن ينفع أخاه ليفعل، نعم، لكن علق الخلق بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى. السمع الثاني التمائم. التمائم ايش قلنا السابق؟ كلها شرك وارتاح، إلا إذا كانت من القرآن فهي محرمة. لماذا قلنا بالتحريم؟ لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم،
ولكراهية السلف، الكراهة عند السلف تحريم، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه. والثالث فيها فتح باب شرع على الناس، هذا يضع كمية من القرآن، هذا يراه يظن أن التباين كلها جائزة، سد الباب. الرابع فيها امتهان للقرآن، لماذا؟ لأن الآن يدخل بها للحمام، وإذا كانت على الغلام الصغير قد يأتيها شيئا من بول الغلام، فالتمائم كلها من الشرك إذا كانت من القرآن. إذن إخواننا لا نعلق أي شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه، من يحفظ لنا هذه الأشياء؟ من يحفظ أولادنا، بيوتنا، سياراتنا؟ الله سبحانه وتعالى. وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. باب ما جاء في الرقى والتمام. طيب، من تعلق تميم أو تعلق ودع، ودع أشياء تؤخذ من البحر، أصداف يضعوها قلنا على البيوت يزعم أنها تدفع العين وكذا، رأينا إنسان عليه تميم، إيش نقول له؟ ندعو عليه؟ كيف؟ لا، ها؟ لا أتم الله لك، وإذا ودع لا ودع الله لا ترك الله لك. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله مخاطبة هذا تؤدي إلى شحناء ممكن، خصوم أو تنفير، فماذا تصنع؟ في الحديث لم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو عليه بالخطاب مباشرة، تقول لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الأخ يمشي الآن في الساحات الحرم، وجد امرأة سافرة، نسرع في السلام، يقول الله يلعنك يا ملعون والعين بجابك، لا ما يمكن. قال عندي حديث، نقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يأمر أن تخاطبها بماذا؟ باللعن. إما أن تقرأ الحديث وما يلزم أن تسمعها أصلا، تقول اللهم لعن كل سابرة، وإذا أردت تعظها تقول اتق الله يا أمة الله حتى لا تكوني من الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعنهم، مفهوم؟ وعلى هذا الأحاديث مفهوم. إذا هناك فرق بين أن تذكر لعن أصحاب المعاصي على وجه العموم لا التخصيص. طيب، نعم.